هسا عندنا التدريبات، تدريبات العيد. أعد الكلمات المحذوفة إلى أماكنها من الجمل التالية مستعينا بالدرس، يعني نرجع للدرس. أنا أحب أحسنتم العيد، وأختي فاطمة تحب العيد. ثانيا، نفرح بزيارة أقاربنا وجيراننا، وبعد شنو؟ وأصدقائنا، أحسنتم. ثالثا، استيقظ أحمد مبكرا في صباح يوم العيد. رابعا، كتبت لكم اياها جوا لان كلمه طويله. استيقظت فاطمه مبكره ولبست ملابس العيد. هذا التدريب الاول، كتبوا لي اياه بالدفتر مره واحده. نجي التدريب الثاني، ضع علامه صح امام الجمله الصحيحه. اولا، نقول في العيد، شو نقول بالعيد؟ السلام عليكم، لو عيدكم مبارك، احسنتم، عيدك عيدكم مبارك. نقول في الصباح، مساء الخير، لو صباح الخير، نقول صباح الخير، أحسنتم. ثالثا، نقول للضيف عيد سعيد، لو أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. أيضا هذا التدريب تكتبوا لي مرة بالدفتر بخط واضح مع الحركات. لا، هسا عدنا الخط. اكتب في دفترك بخط واضح 5 مرات: أقبل والدي يوم العيد وأقول لهما عيد سعيد. أقبل والدي يوم العيد وأقول لهما عيد سعيد. هسه راح نكتبه على السبورة وتتكتبوا لي 5 مرات بالدفتر، هذا يكون واجبكم. طيب، هسه عدنا الخط. أقبل والدي يوم العيد وأقول لهما عيد سعيد. أقبل والدي يوم العيد وأقول لهما عيد سعيد. كتبوا لي إياها 5 مرات بالدفتر بين سطر وسطر بخط واضح، هذا واجبكم.